ولاده عاش عاش الشباب اللي بيبني بعرقه مجده عاش عاش الشباب اللي بيهزم اي اقصى مهما شافه عاش اللي شايل حلم بلده همها فوق كتافه عاش الشباب عاش برحب بكم مشاهدينا في كل مكان وحلقة جديدة من حلقات برنامجنا عاش الشباب. خلوني في البداية أرحب بأحلى شباب بيشاركوني النهاردة في تقديم البرنامج، شباب الأكاديمية المصرية للإعلام والتنمية. أهلا بك يا بسمة. أهلا بك يا محمد. أهلا بك يا سهيلة. أهلا بك يا محمد. النهاردة عندنا فقرتين مهمين جدا. الفقرة الأولى هنتكلم فيها عن موضوع مهم جدا 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 وأي أسرة مصرية بتتمناه وأي حد بيتمناه لأولاده، وهو موضوع الحمل والإنجاب. بالظبط يا محمد، هو موضوع مهم جدا لأن كل بنت فينا نفسها تبقى أم في يوم من الأيام، ويمكن من أول الجواز الناس بتبتدي تسأل إيه الأخبار والنهاردة هيكون إيه الأخبار الحمل. والنهاردة هيكون معنا ضيفنا الدكتور أحمد السيد عبد العال إبراهيم، استشاري تأخر الحمل والحقن المجهري، وعضو الكلية الملكية للنساء والتوليد، وعضو زميل البورد الأوروبي للنساء والتوليد وبلجيكا. ومن الحمل هننتقل من فقرتنا إلى زميلتنا سهيلة. بالظبط يا بسمة، زي ما الحمل مهم جدا جدا في حياتنا في حياة أي إنسان، كمان في حاجات تانية مهمة جدا في حياتنا من نعم ربنا اللي أنعم بها علينا، وهي الأسنان. كتير مننا جدا ما بيهتمش بنظافة الأسنان، وكتير مننا برضو بيهتم بيها بس ما بيبقاش مهتم قوي بالنظافة الكاملة. فإحنا نعرف كل ده مع بعض في فقرتنا الجاية. وقبل ما نطلع فاصل بنتوجه بالشكر للإعلامي أحمد دياب، مذيع برنامج مصر الأصل ورئيس الأكاديمية المصرية للإعلام والتنمية، اللي بتنتج هذا البرنامج واللي ادتنا فرصة إننا نكون مع حضراتكم على الشاشة. تواصلوا معنا على صفحة البرنامج على الفيسبوك برنامج عاش الشباب، وابعتوا كل الموضوعات والأفكار اللي تحبوا اللي احنا نتكلم فيها، واطرحوا علينا موضوعات جديدة. فاصل، وبعد الفاصل هيبدأ حوارنا مع الدكتور أحمد السيد، استشاري تأخير الحمل والحقن المجهري وعضو الكلية الملكية للنساء والتوليد بإنجلترا، وزميل البورد الأوروبي للنساء والتوليد ببلجيكا. فاصل، انتظرونا. عاش الشباب اللي بيحمي كل أكلة وليها أصلها، ومطعم أبو حسين السوري أصل الأكلات السورية والحلبية، وبيراعي أعلى معايير السلامة الغذائية. محمد مسعد من اليمن، أول مرة أجي على المطعم، ما شاء الله عجبني الطعام هنا، كويس خالص. سلام بقى على شاورماته وسندوتشاته ووجباته ومشوياته ولا سلطاته وتكاته وحركاته. مطعم أبو حسين السوري، توابل وخلطة مية مية. سر التتبيلة والخلطة يعني النظافة والاهتمام بالزباين، وبالأول وبالآخر الأكل هو نفس. سلام على طعم التبولة والتومية. مطعم أبو حسين الأكل حكاية. أي حد جاء مصر يزور أبو حسين السوري شارع سليمان جوحر الدقي. مطعم أبو حسين الأكل حكاية. مطعم أبو حسين السوري، طعم وحكاية. ورجعنا لكم بعد الفاصل في أولى فقرتنا مع الدكتور أحمد السيد، استشاري تأخر الحمل والحقن المجهري والتوليد، وعضو الكلية الملكية بإنجلترا. أهلا وسهلا دكتور. أهلا بحضرتك يا دكتور، مشرفنا النهاردة. أهلا بيك يا ميرسي. عايزين نعرف من حضرتك يا دكتور، إمتى السيدة تعرف إن الحمل تأخر عندها، ولو تأخر تعمل إيه؟ تمام، خلينا الأول نقول تعريف تأخر الحمل هو عدم حدوث حمل بعد علاقة زوجية منتظمة لمدة عام كامل، بمعنى ان الزوجين لازم يكونوا عايشين مع بعض، الزوج ما يكونش مسافر او ظروف شغله بتستدعي سفر كتير، يعني في علاقة زوجية منتظمة مرة او مرتين في الاسبوع لمدة عام كامل. بعد السنة دي ما حصلش حمل، نبدأ نقول ان في حاجة اسمها تأخر الحمل. ساعتها محتاجين نبدأ ندور على السبب. بنبدأ الاول بالزوج، لان الزوج بتحليل واحد ممكن نعرف عنده مشكلة ولا لا. بنعمل تحليل سائل منوي للزوج، بنعرف بيه العدد بتاع الحركات، العدد بتاع الحيوانات المنوية، الحركة أخبارها إيه، ونسبة التشوهات في الحيوانات المنوية اللي لو زايدة ممكن تؤدي إلى تأخر الحمل.
كمان الزوجة بنعمل لها شوية تحاليل زي تحاليل هرمونات عن طريق الدم، بنعمل لها كمان سونار مهبلي عشان نطمن على الرحم والمبايض من حيث مخزون المبيض والتبويض، وممكن كمان نعمل لها أشعة بالصبغة على الرحم عشان نطمن ان الأنابيب مش مسدودة. يعني احنا ممكن نقول يا دكتور ان نسبة الراجل بتبقى مثلا 60% أو 70% عن نسبة المرأة في تأخر الإنجاب ده؟ لا، الحقيقة هو نسبة الراجل 35% من أسباب تأخر الحمل، وفي نسبة غير معروفة السبب، يعني بيبقى في حاجة اسمها تأخر حمل غير معروف السبب، وده نسبته 25%. فتقريبا من 50% لـ60% أسباب مالهاش علاقة بالست، عشان كده مهم جدا إن احنا نبدأ بتحليل الراجل. تمام. طب وإمتى السيدة تلجأ لهذا؟ للحقن المجهري. الحقن المجهري هو وسيلة من وسائل الإخصاب المساعد. إمتى نعمل أو إمتى الزوج والزوجة يلجأوا إلى الحقن المجهري؟ لو زي ما قلت لكم في تأخر حمل غير معروف السبب، أو لو الراجل تحليل السائل المنوي بتاعه فيه مشكلة، لو السيدة عندها مشكلة انسداد في الأنابيب، أو لو في مشكلة في التبويض لم تستجيب للعلاج، ساعتها ممكن نلجأ إلى الحقن المجهري. تمام يا دكتور. طب يا دكتور، عايزين نعرف من حضرتك برضو ايه العوامل اللي بتؤثر على نجاح الحقن المجهري؟ الحقيقة هي عوامل كتيرة جدا ممكن تأثر على نسبة النجاح. أهم حاجة فيها هي سن السيدة، بمعنى ان السيدة اللي بتعمل حقن مجهري وهي عمرها 25 سنة نسبة النجاح عندها بتكون أكتر من السيدة اللي عمرها 35 سنة، وبالتالي اللي 35 سنة أكبر من اللي 40 سنة. كمان فترة تأخر الحمل، بمعنى ايه؟ ان لو الزوج والزوجة جولنا عشان يعملوا حقن مجهري، اكتشفوا المشكلة اللي عندهم ولجوا إلى الحقن المجهري وهم متجوزين بقالهم 3 أو 4 سنين، نسبة الحمل عندهم أكبر من اللي متجوزين بقالهم 10 سنين وجايين يعملوا حقن مجهري. كمان في حاجة مهمة جدا، السيدة دي حملت قبل كده ولا لأ؟ يعني لو سيدة حملت سواء طبيعي أو سواء بحقن مجهري، لما نيجي نعمل لها حقن مجهري تاني نسبة الحمل عندها بتبقى أكبر. ويبقى حاجة مهمة جدا هي جودة الأجنة اللي نتجت عن الحقن المجهري. احنا في الاخر في الحقن المجهري عايزين بويضة كويسة وعايزين حيوان منوي كويس، نحقنهم جوا بعض تحت الميكروسكوب ونستنى التخصيب عشان نكون اجنة. لو وصلنا لعدد كويس من الاجنة من الدرجة الاولى، وكمان بطانة الرحم بتاعت السيدة كويسة اللي هنحقن فيها الاجنة ده، بتفضل نسبة الحمل او نسبة النجاح كويسة جدا. لكن كل ما عمر السيدة يتقدم بالتالي مخزون المبيض بتاعها بيقل، وبالتالي عدد البويضات اللي هنستخرجها في الحقن المجهري قليل، وعدد الأجنة اللي هنختار منها عشان نزرعه جوه الرحم أقل، وكمان لو البطانة بتاعتها مش كويسة، كل ما العامل دي تبقى موجودة كل ما نسبة الحمل تقل. تمام. احنا كتير سمعنا اللي احنا ممكن نحدد نوع الجنين، فهل ده حقيقي وده وفي كده فعلا؟ جميل. في الفترة الأخيرة انتشرت معلومات كتيرة جدا على السوشيال ميديا عن أكلات معينة أو أوضاع زوجية أو جنسية معينة أو توقيتات للعلاقة الزوجية ممكن تؤدي إلى ارتفاع، أو لما الأزواج يعملوا كده احتمالية أنهم يحملوا في ولد أو بنت أو في بنت تزيد. الحقيقة أن الكلام ده ملوش أي أساس من الصحة. وهضرب لحضرتك مثل، في ناس بتقول للزوجة كلي موز كتير عشان نسبة أن أنت تحملي في ولد أكتر. ومشي كتير واطلعي السلم كتير بالظبط، ده لدرجه ان هم اتفرجي على، يعني خلي جوزك يتفرج على ماتش مثلا الاهلي والزمالك كتير، او يتفرج على جون قفشه مثلا 3 مرات فيتحفز اكتر، فالنتيجه ان انتوا تحملوا في ولد. الحقيقه ان هو حتى لو الازواج عملوا كده، في منهم فعلا ناس بتحمل في ولد، مش عشان القضيه ممكن ولا عشان يتفرج على الماتش. الحقيقه ان هو نسبه الحمل 50-50، يعني نص اللي اتفرجوا على الجون او اللي كانوا موز هيحملوا في ولد، والنص التاني هيحملوا في بنت. مفيش اختيار تالت، يعني مش هتحمل في معزه، هي هتحمل في ولد او بنت. وبالتالي لو جبنا 10 ازواج وقلنا لهم كلوا موز كتير او كلي موز كتير عشان تحملي في ولد، نصهم فعلا هيحمل في ولد وهيصدق ان الموز الكتير او انه عشان اتفرج او كل اي حاجه هي حملت في ولد. بس يا دكتور حضرتك معتقدات، يعني هي معتقدات، بس لما بتحصل لأزواج وتحصل فعلا انها تحمل في ولد بتصدق جدا في الموضوع ده، وبتقول للي حواليها وبتبدا تنشر المعلومه، انا عملت الكلام ده، انا كلت كذا، انا كلت كذا وحملت في ولد. وانت هتحملي في ولد يا هتحملي في بنت، مفيش اختيارات تانية. الطريقه الوحيده لاختيار جنس المولود هو عن طريق الحقن المجهري. بعد ما بنستخرج البويضات من السيده ونحقن الحيوانات المنويه جواها وتبدا تتخصب وتنقسم وتكون اجنه، بناخد خليه من الاجنه اللي طلعت عندنا ونبعتها عشان تتحلل جينيا ونعرف الجنين ده ولد ولا بنت.
اللي عايزه ولد ناخد الاجنه الولاد نحطها جوه الرحم، اللي عايزه بنت ناخد الاجنه البنات ونحطهم جوه الرحم. لو حصل حمل فهو بنسبه تقريبا 99% خلاص هي حامل في ولد او بنت، لكن اي طريقه تانية مبتكره من اكل او توقيتات او اي حاجه تانية هو لا اساس ليه من الصحه خالص. طب المده بتاع الحقن المجهري ده عشان اقول ده فعلا حصل تخصيب للبويضه وحصل فعلا ان هيتكون عندي جنين، المده دي بتقعد قد ايه؟ بص يا فندم، هي خطوات الحقن المجهري ثلاثه. بدايه بندي ادويه تحفيزيه للمبيض عشان نخرج منها بويضات كتير. طبيعيا السيده بتخرج كل شهر بويضه واحده، لكن احنا عايزين بويضات كتير عشان زي ما قلت لك ننقي الاحسن منهم. فبندي ادويه تنشيطيه بجرعات كبيره للسيده مده من 10 ايام ل 14 يوم. بعديها البويضات دي بتكون كبرت ووصلت لحجم كويس جدا، نبدا نسحبهم بره الجسم وننقي منهم الدرجه الاولى والكويسين، وننقي الحيوانات المنويه الكويسه نحقنهم جوه بعض، ونبدا نديهم فتره على الاقل 3 ايام عشان ينقسموا ويكونوا اجنه. لما بعد 3 ايام الخلايا تنقسم، الجنين تقريبا بيبقى تكون من 8 خلايا، وده بنسميه جنين اليوم الثالث. ممكن نسيبه اكتر لو عندي عدد اكبر من الاجنه، نسيبهم ينقسموا اكتر ونستنى اليوم الخامس. يعني تقريبا من بدايه التنشيط اقول 14 يوم وخمس ايام تاني، من 15 ل 20 يوم نكون وصلنا لمرحله ان احنا هنزرع الاجنه جوه الرحم. بعد ما بنزرع الاجنه جوه الرحم بنستنى اسبوعين عشان يحصل حمل، نعمل اختبار حمل في الدم بعديها باسبوعين. لو ان شاء الله حصل حمل نعمل سونار تاني بعديها باسبوعين ونطمن ان الكيس جوه الرحم والدنيا كويسه. حضرتك تقصد ان الحقن المجهري ممكن يكون فيه اللي هو حمل كاذب وفي حقن بيبقى تمام؟ ممكن يكون الحمل مش صحي لو لقينا ان نسبه الهرمون الحمل في الدم مش كبيره، وممكن كمان ما يحصلش حمل. هي نسبه نجاح الحقن المجهري الطبيعيه في العالم كله من 40 ل 50%. يعني كل 10 هيعملوا 5 هيحملوا 5 لا، لاسباب كتيره جدا جدا. فهي ممكن يحصل حمل، مش معنى ان احنا عملنا حقن مجهري ان لازم يحصل حمل، لا هو في احتمال يحصل حمل وفي احتمال لا. عشان كده بنتكلم مع الازواج كتيره قبل ما يعملوا حقن المجهري، لان هي حاجه مرهقه جدا. سواء بيقول لك ده انا تعبت طبعا جسديا وماديا، ماديا دي حاجه مهمه جدا، ونفسيا ايوه. فهو بيكون يعني يقول لك ايه، اخيرا هيبقى عندي ولد هيبقى عندي بنت، فبيبقى فرحان. فبيجي مثلا التحليل يقول لك ايه، لا ده مفيش حمل او الحمل ضعيف او ما حصلش بالظبط حاجه خالص. عشان كده قبل ما الازواج لازم يعني يقبلوا على حاجه زي كده، لازم يكونوا عندهم كل المعلومات الصحيحه عن يعني ايه حقن مجهري وعن نسبه النجاح، عشان يبقوا عارفين ظروفهم الماديه تسمح بالتجربه دي ولا لا. والاكتر من كده زي ما حضرتك قلت، الحاله النفسيه، لان هي بتقعد شهر تقريبا من علاجات وعمليات ومستنيه انه يحصل حمل. فلو ما حصلش حمل بتكون صدمه نفسيه كبيره جدا عليهم، عشان كده لازم نتكلم معاهم كويس ونفهمهم كل حاجه. طبعا يا دكتور. طب يا دكتور، يعني ايه تجميد البويضات ومن المفروض يعملها؟ طيب تجميد البويضات ظهر في الاونه الاخيره بشكل كبير جدا عشان نتيجه عمل المرأة. السيدات بدأت تشتغل كتير، بدأت تهتم بحياتها العلمية والعملية بشكل كبير، وبالتالي بدأ سن الزواج يتأخر كتير. بنات ما بقتش عايزة تتجوز بدري زي زمان. كمان حتى اللي متجوزين بقوا يفكروا مرة واتنين قبل ما يقبلوا على فكرة الحمل. بيتفقوا مع الزوج يقول لك احنا هنبقى مثلا هنخلف بعد قد ايه، ممكن نقعد سنة بس، ده ممكن يسبب عقم ثلاثة ان هما من كتر ما بياخدوا الحبوب اللي هي وسائل منع الحمل والحاجات لا دي معلومه مش صحيحه الحقيقه. حبوب منع الحمل او اي وسيله من وسائل منع الحمل ما بتؤديش الى تاخر حمل او الى عقم. هي كل الفكره ان هي ممكن تخبي علينا ان في مشكله. يعني الزوج والزوجين دول او الزوجين دول لو حاولوا ان هما يحملوا اول ما اتجوزوا ولقينا ان الحمل اتاخر سنه نبدا ندور. لكن لو هما بيستخدموا وسيله منع حمل وقعدوا 3 4 سنين بيستخدموها، احنا كل ده ما نعرفش ان في مشكله، فبالتالي هنكتشف المشكله متاخر. لكن وسائل منع الحمل نفسها لا، ما بتؤديش الى تاخر الحمل. حضرتك طبعا سافرت بره، ايه اغرب موقف تمام اتعرضت له وحضرتك بتعمل مثلا حقن مجهري او بتكشف او رد فعل ازواج؟ هقول لحضرتك، هي نفس الفكره السؤال بتاع حضرتك بتاع تجميد البويضات. احنا ليه بس بنلجا لتجميد البويضات؟ عشان زي ما قلت لكم سن الزوجه او سن البنت بيكبر ومخزون المبيض بتاعها بيقل. خليني اقول لك معلومه طبيه مهمه، البنت البويضات بتتكون جواها وهي جنين في بطن مامتها. لما بتتولد بيبقى عندها تقريبا 2 او 3 مليون بويضه. عقبال ما توصل سن البلوغ عند 13 14 سنه البويضات دي بيبقوا تقريبا وصلوا 300 او 400 الف بويضه. تبدا السيده تفقد كل شهر من 300 ل 400 بويضه عشان واحده بس توصل لمرحله التبويض. وبالتالي كل ما عمرها بيكبر
هي المخزون بتاعها بيقل بعكس الراجل. الراجل بيكون حيوانات منويه كل شهرين لثلاثه، فممكن وهو عنده 60 او 70 سنه يلاقي عنده حيوانات منويه. الست عقبال ما توصل سن ال 40 او حوالين ال 40 تقريبا اغلب البيضات بتبقى راحت، فما بيبقاش ليهم علاج، ما نقدرش نعمل حاجه. رجوعا لسؤال حضرتك، بره بيعملوا ايه بقى؟ بيبقى عندهم بنوك او تبرعات بالبيضات والحيوانات المنويه. ده طبعا شيء مش مقبول دينيا واخلاقيا عندنا، لكن هناك عادي جدا انك تلاقي الست والسيده جايين لك، احنا عايزين نعمل حقن مجهري بس هناخد حيوانات منويه من حد تاني وهناخد بيضات من سيده تانيه وهنحقنهم جوه بعض، ولما يكونوا اجنه هنزرعهم جوه السيده. فدي طبعا حاجه مش مقبوله اخلاقيا ولا دينيا عندنا، وبتسبب مشاكل كتير للدكاتره العرب اللي بيشتغلوا بره. يعني هي بتجيب شخصيه غيرها اللي هي تعمل لها الحقن المجهري، تحمل وتبقى حامل وتجيب البيبي، وهي بالبلد يعني اللي هي بتاخده على الجاهز. في حاجه كده فعلا، بيأجروا حاجه اسمها سيرجت ماذر، او ان هم بيأجروا سيده عشان تحمل عشانهم، وبعد ما تحمل وتولد يقولوا لها يعملوا عقد اللي هو تبني وياخدوا البيبي، ومن حق السيده دي انها ترفض تماما بعد ما تحمل، حتى لو البيضات مش بتاعتها والحيوانات المنويه مش بتاعتها، ان هي بعد ما حملت فيه وتعبت فيه بعد ما تولده تقول لا ده البيبي ده بتاعي، وقانونيا ممكن تاخده جدا، ما يبقاش في اي مشكله وما يقدروش ياخدوه. ده اللي هو طفل الانابيب، طفل الانابيب بالظبط، هو الحقن المجهري هو طفل الانابيب، هو بس اختلاف في التقنيه داخل المعمل، لكن هو طفل الانابيب هو الحقن المجهري، هو الحقن المجهري هو التطور بتاع اطفال الانابيب، لكن هم يعتبروا حاجه واحده. ايوه يعني هل تأخر الإنجاب بيشير إلى سبب العقم برضه؟ تأخر الحمل هو اللي بنسميه العقم بالظبط، هما حاجة واحدة. زي ما قلنا لو الأزواج اتأخروا في الحمل لمدة سنة بنسميه عندهم، بلاش كلمة عقم عشان كلمة عقم كلمة كبيرة، كلمة عقم يعني محدش هيقدر، يعني مش هيقدروا يولدوا تاني، لكن هما عندهم مشكلة في الحمل وإحنا بنحاول نساعدهم. فبعد سنه لو لقينا عندهم ان هم ما حملوش بشكل طبيعي نبدا ندور على المشكله ونحاول نحلها، لكن مش عقم، هو تاخر حمل مشكله سواء عند الزوج او عند الزوجه، وبنبدا نحاول نشوف ايه السبب ده ونحاول نحل المشكله دي. طب انتشر على السوشيال ميديا حاجه غريبه، مثلا يجيب دكتور يبقى معاه اتنين يقول لها انت لو اتجوزت واحد غيره هتبقى حامل، وانت لو اتجوزت واحد غيرها تمام هيبقى عندك طفل. هو ده حقيقي فعلا ولا لا؟ الحقيقه دي برضو حاجه غلط، وبتؤدي الى يعني انقسامات بين الازواج ونسبه طلاق كبيره جدا جدا، عشان هما ما بيحملوش من بعض، وان كل واحد لو اتجوز واحده تانية هيحمل. الحقيقه لو هما قرايب ده ممكن يسبب مشاكل شويه، مش مشاكل تاخر حمل لكن مشاكل في تشوه في البيبي، تشوهات او مشاكل وراثيه او امراض وراثيه. لكن فكره ان هي مش هتحمل من ده ممكن تحمل من حد تاني، المعلومه دي خاطئه. وكذلك بالنسبه للراجل، مش هتحمل من ده، مش هتحمل مع السيده دي ومحتاج تتجوز واحده تانية وتغير العتبه عشان تحمل. بس حضرتك كدكتور بيبقوا عاملين فحوصات وكده، اكيد بيبقوا عارفين يعني المشكله في الزوج، فبتضطر هي تلجا لزوج تاني. ومش بعض الاماكن كلها فيها فحوصات. هي الحقيقه في اطار الجهود بتاعه الدوله للكشف المبكر عن كل الامراض، بقى في دلوقتي اختبارات لرغيب الزواج. الحقيقه ان ده ما بيتمش بشكل دقيق، بس لو تم هيكشف مشاكل كتيره جدا، لان ساعات بيبقى في امراض جينيه الجين ده موجود عند السيده بس مش باين، وموجود عند الراجل بس مش باين، فلما يتجوزوا الجين ده يظهر، وبالتالي دول ننصحهم ان هم انتوا جوازكم مع بعض ممكن يؤدي الى مشاكل. لكن كمان في الاختبارات دي بيعملوا ايه؟ بيطمنوا على الراجل، يعمل تحليل سائل منوي، فبالتالي لو عنده مشكله تبان من بدري، وكذلك بيطمنوا على الست. فلو كل المقبلين على الجواز اخذوا الخطوات دي بجديه هتوفر كتير، ان هم ينفصلوا قبل ما يتجوزوا احسن بكتير ما يتجوزوا وبعد كده ينفصلوا. تمام، فاصل قصير وهنعود مع الدكتور، لان طبعا الدكتور في كلام كتير وكلام احنا ما نعرفوش، والسوشيال ميديا بتقدم لنا معلومات طبيه غلط. فاصل وسنعود. ورجعنا لكم من الفاصل ومعانا الدكتور ايضا اللي مكمل معانا دايما، الدكتور احمد السيد استشاري تاخر الحمل والحقن المجهري والتوليد. اهلا بيك دكتور. عايزين نسال حضرتك، الحمل بعد الحقن المجهري بيبقى متابعته زي الحمل العادي؟ طيب خلينا نبدا من اول ما حطينا الاجنه، وزي ما قلت لك بعد ما بنحط الاجنه بنعمل اختبار حمل بعديها باسبوعين، ولو ان شاء الله في حمل بنعمل سونار بعديها باسبوعين. هي دي اكتر حاجه مهمه، ان احنا بنعمل سونار بدري جدا للسيده عشان نطمن ان كيس الحمل موجود وجوه الرحم وان البيبي بدا يظهر فيه نبض. متابعات الحمل تقريبا هي هيها،
ما عنديش اي مشكله ان احنا الست تتابع كل اسبوعين ثلاثه تيجي تطمن على البيبي، تعمل سونار وتقيس الضغط وتطمن الدنيا ماشيه كويسه. الفرق الثاني ان نسبه التوائم في الحقن المجهري كبيره اكبر من الطبيعي، يعني كل اربع سيدات بيعملوا حقن مجهري ويحملوا واحده فيهم هتبقى توائم، وبالتالي النسبه 25%. التوائم بيحتاجوا متابعه اكتر لان السيده مع التوائم عرضه لمشاكل حمل اكبر زي الولاده المبكره، زي ضغط الحمل او سكر الحمل، وبالتالي هم محتاجين، او السيده اللي حامل في توأم محتاجه عدد زيارات للدكتور اكبر ومحتاجه متابعه اكتر. لكن الحمل ما فيهوش اي مشكله خالص، وحتى الولاده، لان في ناس كتيره رابطه فكره الحقن المجهري بالولاده القيصريه، هل اللي حملت بعد حقن مجهري ده طفل عزيز جدا جدا ولازم يولد قيصري عشان ما نعرضوش لمشاكل؟ الحقيقه كل الاطفال بالنسبه لاهلهم طفل عزيز، سواء حمل طبيعي او حقن مجهري. هل ممكن السيده اللي حملت بحقن مجهري تولد طبيعي؟ طبعا مفيش اي مشكله خالص، ممكن تولد بنسبه 80% زيها زي اي واحده تولد طبيعي. تمام. حضرتك عايزين رساله للمتابعين والمشاهدين بتوعنا النهارده بخصوص الحقن المجهري، رساله حضرتك لهم ايه؟ الحقيقه زي ما حضرتك قلت في الاول، الحقن المجهري حاجه مرهقه جدا نفسيا وجسديا وماديا. طيب. وبالتالي ما بننصحش الازواج تلجا ليها الا لما يكون فعلا في سبب علمي لده. مش اي واحده الحمل اتاخر عندها 3 4 شهور وحماتها بتضغط عليها واللي حواليها بيضغطوا عليها، انت ما حملتيش ليه بعد 3 ايام من الجواز، تروح لدكتور وتبدا يقول لها نعمل حقن مجهري. الحقن المجهري ليه اسباب علميه لازم نمشي عليها عشان ما ندخلش الازواج في تجربه صعبه زي دي. بشكر حضرتك يا دكتور على الوقت الممتع اللي قضيناه مع حضرتك النهارده، وباذن الله استنونا في فقرتنا الثانيه مع الدكتور شريف عمر استشاري جراحة الفم والأسنان مع الزميلة سهيلة سعيد. فاصل، انتظرونا.